السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا، ونستكمل مع بعض الجزء الثاني من الفصل الثاني المتعلق بجزئية العمل الحر عبر الإنترنت من وسائط إدارة مشاريع وسائط متعددة. أتمنى إن شاء الله يعني الجزء الأول من المساق تكونوا هيك راجعتوه بشكل كويس وتتابعوا معنا. يعني هاي يعني شغلة بأكد عليها بشكل كبير، إنكم تتابعوا بشكل متواصل بحيث ما يتراكم عليكم أي تسجيلات أو محاضرات بنسجلها لكم، بحيث تكونوا متابعين في المساق، خاصة المساق فيه زخم شوي كبير، ويعني أنا في بعض الإضافات بضيفها هي مش مطلوبة منكم، لكن هتثري معلوماتكم في المساق وتطور من مهاراتكم وتطور من فكرتكم عن العمل الحر عبر الإنترنت. خاصة المساق هذا هيفيدكم بشكل كبير إن شاء الله في الوقت الحاضر ومستقبل إن شاء الله، وربنا ينهي هذه الغمة على خير إن شاء الله، ونعدي هذه الأزمة اللي احنا فيها إن شاء الله، ونطلع من الحرب هذه على خير، ونلقاكم وأنتم في أفضل حال، ويكون فيكم إن شاء الله قصص نجاح كبيرة ومميزة بإذن الله. طيب يا جماعة، احنا الجزء الأولاني حكينا فيه كيف تختار المجال اللي يعني اللي ركزنا فيه في الجزء الأول في الفصل الثاني، كيف انكم تختاروا مجال انك تشتغلوا فيه في مجال العمل الحر. وهي يا جماعة يعني انا ارسلت سؤال لكم عبر الكلاس روم بحيث ان احنا يعني نأكد على يعني الخطوة الاولى اللي هنبدأها في طريقنا ورحلتنا في العمل الحر عبر الانترنت. ما بيصير ان احنا نبدأ نشتغل ان احنا نقول والله بدنا نشتغل عمل حر وان احنا نطور حالنا ونطلع بإنجازات من المساق هذا ونبدأ نشتغل ونعمل البزنس الخاص فينا وإحنا لسه حتى الآن مش حاطين الحجرة الأولى في هذا الموضوع. يعني الموضوع هذا أساسي ومهم جدا يكون لكم تخصص فرعي. طبعا ما بصير إحنا نقول والله أنا مش متخصص مصمم جرافيك فقط، ما بصير هالكلام هذا. هذا معناته إن أنتم يعني معلوماتكم في الجزئية المتعلقة في الجرافيك هي معلومات عامة، ويعني هفاجئكم ان انتم لو دخلتوا في مجال العمل الحر وتواصلتوا مع اي كلاينت واجا صار بينكم وبينه هيك محادثة وحب يسألكم يستفسر منكم عن تخصصكم او مجالكم وابلغتموه يعني حكيتوا له ان انتم تخصصكم هو مصمم او مصممة جرافيك، تلقائيا مباشرة بفهم ان انتم معلوماتكم ضعيفة. يعني بتلاقي مباشرة طار منا الكلاينت الزبون اللي احنا تعبنا وصلنا له. مجال العمل الحر صار معروف وسوقه دارج بشكل كبير، والكلاينتس والمستقلين فريلانسرز بيشتغلوا عليه من فترة طويلة، فصار اوريدي الناس هاي فاهمة. يعني فاهمة ان انا لما اجي اشتغل مع شخص ويحكي لي انه تخصص سبيشال تبعته عام، معناه انه ما بيعرف التخصص هذا ومعلوماته عامة وما بيقدر انه يعطيني افضل اشي او افضل حاجة انا ممكن اخذها كمخرج من التصميم اللي انا طالبه او الجوب اللي انا بدي اياه. فيا جماعة هذه خطوة مهمة وخطوة اساسية، ما بصير نتجوزها ونقول والله بعدين انا بتخصص او لما اتخرج انا بتخصص ولما الاقي شغل انا بتخصص. هذا الكلام التسويف هذا هيضركم وهي يعني هيأخر كتير من امكانية حصولكم على انجازات ونجاحات في المجال هذا. الخطوة هذه مهمة واساسية وضروري تجاوب على السؤال هذا، وضروري ان انتم تكونوا محددين تخصص لكم فرعي من التصميم الجرافيكي. كناس متخصص بالجرافيك وبتدرسوا جرافيك لازم تختاروا تخصص فرعي من هالمجال هذا، بحيث ان احنا نبدا في الموضوع هذا واحنا على ارض ثابته ان شاء الله، ويكون انطلاقه قويه لنا باذن الله. طيب بنكمل مع بعض الجزء الثاني، وهنحكي مع بعض في الجزء هذا انه كيف نستكشف منصات العمل الحر وكيف نتعرف عليها، تمام، ونعرف ايش منصات العمل الحر، ايش بتفيدنا، وهل هي ضرورية وجودها، وهل هي فعلا بتحقق او بتلبي طموحات الكلاينتس اللي بيشتغلوا عليها او المستقلين اللي بيشتغلوا عليها.
تعالوا نشوف مع بعض ونفهم ايش الموضوع. اول حاجة يا جماعة، شو فائدة المنصة العمل الحر او بلاتفورم، سواء مستقل او فريلانسر او خمسات او ابورك، تمام، للكلاينت؟ يعني شو هو يستفيد منها، يعني وايش اللي بيخلي كلاينت موجود في بلد تانية، في السعودية، في دول برا، دول اجنبية، امريكا، الولايات المتحدة، او بريطانيا عفوا، او ايطاليا، او اي دولة، بيجي بتواصل مع كلاينت موجود في غزة ويطلب منه شغل، ويكون مقتنع تماما انه يدفع مقابل هذا الشغل عبر وسيط مالي عن طريق الانترنت، ويتكلف هذا العناء بحيث انه يصل للتصميم اللي بده اياه. مش ممكن، في ناس تقول والله ما الاقرب له ياخذ التصميم من ناس موجودين عنده في بلده، في ناس هتحكي هيك. لا يا جماعه، انا احكي لكم الان الناس اللي بتفهم وعندها يعني فاهمه بيزنس كويس، وبيحاولوا يدوروا على مخرجات ممتازه، لا بيغلب حاله وانه يستخدم منصه للعمل الحر لحتى يصل لافضل عمل. تعال نشوف اوجه الاستفاده مع بعض، ونفهم ليش الكلاينتس بيتوجهوا لمنصه للعمل الحر ليطلبوا اعمالهم وشغلهم من خلاله. اول حاجه يا جماعه، ايش بيطلب؟ هو بده خبره عالميه من بلدان متعدده. نفترض يا جماعه انه عندي شخص او كلاينت في شركه تصميم، كمان تمام، في شركه تصميم، وبده الشخص هذا يعمل مثلا عرض تقديمي يتناول فيه مثلا أحداث معينة موجودة في الصين، وهو عنده مصممين وموجودين، تمام، لكن الشغل البيزنس المطلوب منه، تمام، مطلوب منه باللغة الصينية، مطلوب منه عن الثقافة الصينية. فالحالة إيه؟ يعني الحل في الحالة هذه شو بده يعمل صاحب العمل او الكلاينت؟ هل انه الافضل انه يديه لاي مصمم موجود عنده، ولا يجيب مصمم موجود في الصين نفسها ويعمل له التصميم هذا؟ طبعا الافضل ومنطقيا انه واحد فاهم ثقافة في الصين ومصمم موجود في الصين يقدر يخرج له المخرجات هذه بشكل افضل. طب انا كيف حصل له، يعني كيف الشخص هذا الموجود، انا موجود مثلا في دوله مثلا عربيه او دوله اجنبيه، وبدي ان المصمم يشتغل لي موجود في الصين، هل انا بدي اسافر له يشتغل له؟ لا، في وسيط اوجد من فتره طويله عن طريق الانترنت، وصارت هاي المنصات هذه او ما يسمى المنصات بلاتفورم صارت تاخذ صدى كبير، وصار إلها ترسخ جذورها في الانترنت كوسيط معتمد للعمل ما بين الكلاينتس ما بين الفريلانسر، بسبب هيك امور. حبة حبة الامور اتطورت، الناس صارت تشوف تدور على كتير فوائد قربت تستفيد منها من خلال المنصات، وصار يشوف انه اصحاب العمل انه المنصة صحيح ملجأ مهم جدا للاشخاص انه يشتغلوا فيها. أنا كان يشتغل معايا مدراء موجودين في شركات ضخمة وعنده جيش من المصممين تحت إيده، تمام، لكن كان يلجأ إلي ويشتغل معايا بالرغم إنه عنده يعني شركة ضخمة تقدر رأس مالها بالمليارات، تمام، شركات بترول في الخليج وكذا تقدر، تمام، يعني رؤوس أموالها بالمليارات. إيش اللي بيدفعه إنه يجي يتعامل مع شخص موجود في دولة ثانية ومش تحت إيده، تمام، وبيخليه يشتغل معي؟ من أوجه الاستفادة يا جماعة، هو بدور على خبرة، بده شخص يشتغل له كسبيشال ديزاينر، مصمم خاص له، يقرأ ويفهم أفكاره. المهارة هذه تكتسبوها يا جماعة بعد فترة، هتلاقوا حالكم أنتوا فاهمين صحيح الكلاينتس إيش محتاجين، تقدروا تساعدوه فيها.
شغله تانية يا جماعه، انه ممكن تدي له سعر اقل. طب انا هو عندي موظف في الشركه لكن مش هيديني اللي انا بدي اياه، يمكن انا بدي شغل خاص الي اظهر فيه مثلا مهاراتي مثلا في شركه معينه، تمام، وما بدي مثلا الناس الموجودين عندي في الشركه يشوفوا شغلي هذا او يتعاملوا معه. يمكن ايضا كمان من سريه الاعمال، احيانا في ناس بتحب تحافظ على سريه شغلها وما بترضى تطرحه في اماكنها، لا، وبتيجي تصمم، تختار مصمم من دولة تانية. طبعا من الطرفات يعني اللي بدي احكي لكم فيها، انه بعض الناس كمان كطلاب بيجوا من دول عربية او دول اجنبية، بيجوا بيعملوا التاسكات المطلوبة منهم او مشاريعهم ايضا عند المصممين. هذا الامر صار دارج الفترة الماضية بشكل كبير. يجيك شخص هو اساسا طالب ومش حابب يضيع وقته في شغله. انا ما بأيد الامر هذا يعني، بس انا بحكي لكم ما يعني اللي بصير فعليا. وبيجي بطلب منك اعمل لي التاسك تبعي، يعمل لي مثلا الهوم وورك اللي مطلوب مني، يعمل لي مثلا المشروع اللي عندي. هذا الامر صار فعليا يصير بشكل كبير. طبعا هو بده يحافظ على سرية مشروعه، ما بده حدا يعرف فيه، وبشترط عليك يعني انه ما يعني تظهر المشروع او تعرضه وكذا، خاصة انه محتاج انه المشروع يكون باسمه ما حدا يعرف عنه. طيب، حكينا عن موضوع الاسعار. يمكن اسعار خاصة عندنا في البلدان العربية أقل من الدول الأجنبية والأوروبية. جودة عالية وتخصص في مجاله. هو بيحتاج شخص مش مصمم جرافيك، لا، هو محتاج شخص في جزئية معينة في التصميم وشاطر فيها. مثلا يعني مثلا حكيت لكم عن موضوع المثال اللي هو تصميم منيو الطعام، تمام. في ناس متخصصة بس في منيو الطعام، ما بده أحد متخصص في كل شيء يعمل له الانجاز هذا، لا، بده حدا يكون التاتش بتاعه في الموضوع التصميم في منيو الطعام يكون يعني راجل متخصص، تمام، وسبيشياليست يعني شاطر شاطر في الموضوع ويطلع احسن حاجه. وبده واحد متخصص بجوده عاليه. ايضا القدره على الاختيار من عدد كبير مستقلين، يعني عنده يعني المساحه المتاحه له يختار ما بين المصممين كبيره، عنده عدة أشخاص ممكن يختار منهم. أيضا عنده فرصة يطلع على معرض أعماله ويتأكد فعليا الأشخاص هذه عندها جودة في عملها وبتقدر تطلع الشغل بشكل مرتب، تمام. طبعا هم يعني عندهم يعني الكلاينتس عندهم مسائل كتير إنه تضمن حقه، يعني خاصة إنه بيكون ماسك المصمم زي ما بيقولوا من رقبته أو من إيده بتجعه بموضوع اللي هو الريفيجن أو التقييم. فبالتالي إنه ما بيقدر يديك التقييم النهائي للمشروع. طبعا انت بتكون في البداية خاصة بتكون بتسعى بشكل كبير واساسي ان يكون عندك تقييم كويس من العملاء، بحيث ان التقييم هذا اللي هيجيب لك شغل. التقييم هو اللي هيجيب لك شغل، تمام. فبيكون ماسكه من ايده للتجع، تمام. ايضا عدم وجود التزام طويل المدى، يعني هو مش انا مرتبط معك لفترة طويلة، انا بدك تعمل الجوب هذا وتمام وخلصنا، يعني مش محتاج ادفع لك رواتب شهرية او انه ادفع لك مثلا رواتب سنوية بحيث انك تكون عندي موظف بشكل دائم. لا، انا بدي هالمهمه هذه او الجوب هذا او تعمل البروجكت هذا المشروع تشتغل عليه وتمام وتسلمني اياه وتمام، وانا خلصت مهمتي مع التصميم، خلصت في الفتره الحاليه، مش محتاجه لفترات طويله. ايضا المنصات يا جماعه بتوفر ما يسمى اليه لحل النزاعات مع المستقلين، يعني ان صار لا قدر الله بين الكلاينت وبين الفريلانسر وهتواجهوا كثير مشاكل من الامر هذا، انه يصير يعني اختلاف في وجهات النظر، فيصير انه الكلاينت يتوجه للدعم الفني ويطلب منهم انه يدي قضية للنزاع وحلها. تعال انا هيك انا طلبت منه وهيك اشتغل انا، خاصة لو الفريلانسر او المصمم ما استجاب لطلبات العميل او تعديلاته. احيانا يا جماعه ممكن ان التعرض لبعض الكلاينتس العملاء هو فعليا يعني مش صادق او بحاول يستفزك انه يطلعك من المشروع وياكل حقك، يعني انه خلاص انه هو اخذ اللي بده اياه وانه ممكن بده ياكل حقك في المشروع، انه يسلم المشروع وخلاص، وانه يطلع في الاخر بعد ما استلمه مشكله معينه بحيث انه يسترد امواله من المصرف. بتصير بعض الامور هذه، نادر ما بتصير لكن بتصير، وان شاء الله ما تتعرضوا لها.
لكن أوصيكم بعض الدول خاصة الأجنبية الثلاثة، بنجلاديش وباكستان، تمام، والهند، هذول الجماعة ما تشتغلوا معهم. هم عندهم المشكلة هذه، أو بيلجأوا للأمر هذا كثير في الشغل اللي بيشتغلوه مع المصممين. فحاولوا ما تشتغلوا عنهم وتبعد عنهم. وأيضا يا جماعة لازم تكونوا فاهمين كمان برضو سجل الكلاينت اللي بتشتغلوا معه. أنتوا بتقدروا تطلعوا إن شاء الله، بس نصل للمنصات ونحكي عنها. أنت بتقدر تطلع على سجل الكلاينت اللي أنت بتشتغل معه، قديش اشتغل مع ناس، قديش تقييم العملاء. الكلاينت في بعض المنصات أنت بتقيم الكلاينت زي ما هو بقيمك، زي المنصات الأجنبية، تمام، زي أبورك. أنت بتقدر تطلع على سجل صاحب العمل، وبتقدر تعرف هل هو جدي فعليا ولا هو أول مرة يخش المنصة وفي شك من ناحيته إنه ممكن يغدرك في موضوع حقك في الشغل، أو إنه يكونش صادق أو ما يلتزمش معك، تمام. هاي شغلات هنحكي لها عنها إن شاء الله في وقتها. طيب هذا ما يتعلق يا جماعة في موضوع الكلاينتس. طب نيجي نحكي عن موضوع الفريلانسر اللي هو العامل الحر. هو ايش بيستفيد من المنصة؟ طبعا يا جماعة في البداية، خاصة للناس اللي ما عندهمش لسه خبرة في المجال هذا والتعامل عبر الانترنت، هي مكان لوصول الاعمال. انت مش قادر تصل لشغل او تتحصل على شغل من الانترنت، فبالتالي المنصة هتكون خيار لك ممتاز جدا لتحصلوا على اعمالكم في البداية، خاصة انه تطرح لك الاعمال الموجودة من خلالها بشكل واضح وبشكل مرتب، ويكون عندك فرصة للمفاضلة والاختيار بين المشاريع المعروضة، او انك حتى تقدم خدمات. وهنعرف انه نوعية الاعمال الموجودة على الانترنت هي نوعين في وقتها ان شاء الله. هي نوع ما يسمى الخدمات المصغرة، انك تعرض خدمة، او اللي هي البروجكت له مشاريع، انه ناس تيجي بتعرض وظيفة وانت بتقدم عليها، تمام. هنحكي عنها ان شاء الله في وقتها باذن الله. ايضا بتوفر آلية مناسبة او آمنة، تمام، لاستلام الاموال. طبعا في كثير خيارات يا جماعة لاستلام الاموال عبر الانترنت، منها مثلا حساب الفيزا المباشر اللي بتحولها على حسابك، او عن طريق مثلا حساب بايبال، وهنحكي عن موضوع بايبال كيف تفتح حساب عليه، وايضا او ممكن عن طريق ما يسمى حساب البنكي بايونير، تمام. في ضمانات يا جماعة بتكون للدفع، خاصة انه المنصات بتستلم الاموال من الكلاينتس قبل ما انه تبدأ او تعطي الشغل للعميل، للفريلانسر، للعامل الحر. فبالتالي انت مصاريك او فعليا المبلغ اللي انت اتفقت عليه بخصوص مشروعك هو موجود فعليا داخل المنصة، فبالتالي يعتبر المنصة هي آمنة نسبيا بالنسبة لموضوع استلام الأموال. طبعا أيضا زي ما حكيت لكم بتوفر طرق متعددة لاستلام الأموال، زي ما حكينا بايبال، بايونير، ممكن عن طريق الفيزا مباشر، تمام. أيضا توثق خبرات المستقلين. شو يعني توثق؟ إنه كل ما بتاخد مشروع يا جماعة أنت قاعد بتبني لنفسك، أو بتبني لنفسك هيكون عندك ريفيجن أو ما يسمى التقييم. كل ما تاخد تقييمات مكتملة وتقييمات قوية، كل ما هذا بيعزز من وجودكم الإنترنت، وبيعطي قوة لأي كلاينت جديد حابب يشتغل معك يعرف إنك أو إني صحيح شاطر وقد الشغل اللي ممكن يسلمك إياه، وإنك فعليا حريص انك تقدم افضل اعمال. هو فعليا بتطلع على الريفيجنز السابقه او الاعمال السابقه لك، وبتطلع على تقييمات العملاء عشان يعرف هو فعليا انه الشخص اللي اعطاه الشغل هذا عنده التزام، التزام في الوقت خاصه، كمان جوده في العمل، سهل التواصل معه. يعني انا لما بكلمك كلاينت وبدي انك تعمل لي تعديل على التصميم، هترد علي مباشرة ولا هستنى يوم او يومين لما ترد علي ويكون وقت التعديل خلص، تمام. هذه شغلة مهمة جدا، تمام. تتيح للمستقل ايضا ادوات تساعد على تتبع العمل والتواصل الفعال مع العملاء، تمام. في بعض المنصات زي منصة مثلا زي منصة ابورك بتعطيك اداة من ادوات ما يسمى التراكر او المتتبع،
وظيفة الأداة هذه بتتابع شغلك. يعني أنت مثلا، أنا شخص بشتغل مبرمج وشغلي أنا بدي أحسبه معك ككلاينت بالساعة، فأنت هتحاسبني على الساعة. كيف أنت هتقدر تحاسبني على شغلي بالساعة وأنت ما بتعد لي قديش أنا اشتغلت؟ فبالتالي أداة زي أداة التراكر أو المتتبع وبتوفرها المنصة، هي بتساعدك إنه تحسب عملك، وبتساعد كمان الكلاينت انه يشوف انك بتشتغل فعليا على البروجرام اللي طلبه منك، وانك بتأدي شغلك بالاهداف اللي هو طالبها او بالنتائج اللي هو حابب تصل اليها. تمام؟ طبعا يا جماعة، المنصات بتتقاضى نسبة عمولة نظير، يعني وسطتها ما بين الكلاينتس وما بين الفريلانسر، يعني ما بتشتغل لك ببلاش، يعني بتتفاوت نسب العمولة ما بين المنصات. طبعا يا جماعة، هو موجود عندكم هان، هاي ب 20% يا جماعة، هذه اللي هي نسبة العمولة اللي بتتقاضاها المنصة زي أبورك ومستقل. هاي يا جماعة النسبة قديمة وتم تغييرها، لأنه هذا السلايد يعني هو يعني قديم نوعا ما، تم تحديثات وتغييرات عليه. نسبة العمولة حاليا بتتقاضاها أبورك على من الفريلانسرز، يعني النظير ان انت استلمت مشروع واخذت مقابله، يتاخد منك مش 20%، بتاخد منك 10% حاليا. منصة مستقل تتقاضى حاليا مش 20%، ايضا تتقاضى 15%. يعني صار في تغيير، اذا ما انتبهوا لهذه النقطة مهمة. انا ما بهمني تحفظ وحفظ، لا، انا الامور هذه هتعدي عليكم وتعرفوها بشكل كويس، فصار فيها تغير على نسب العمولة اللي بتتقاضاها المنصات خاصة من الفريلانسر. تمام؟ طيب، امثلة للمنصات الموجودة عندكم: ابورك، مستقل، فريلانسر، وبيبل بر اور، وجورو. اي انا هعطيكم كمان انا يعني قائمة بأهم المنصات الخاصة بالعمل الحر اللي حابب يطلع عليها أو يستفيد منها أو يفتح حسابات عليها ويبدأ يشتغل عليها. تمام؟ لكن إحنا مطلوبة فعليا عندنا خلال الفصل 4 منصات، اللي هي أبورك ومستقل وفايفر وخمسة. تمام؟ هي المنصات الأساسية المطلوبة عندنا. لكن أنا بالنسبة لي كل المنصات عندي خير وبركة، اللي حابب يشتغل على أي منصة بتسد وتمام، وما في عندي مشكلة من ناحيتها يعني. طيب، هي مطلوب منكم يعني كسؤال انه اي المنصات السابقة انسب لمجال تخصصك وايها اكثر سهولة في الاستخدام. هذا الموضوع السؤال يعني سابق لأوانه، لسه احنا ما تعرفناش على المنصات. تمام؟ ما بتقدروا تحددوا تجيبوا على السؤال هذا حاليا بناء على بس عدد الوظائف. لازم تتعرفوا على اية عملها وتعرفوا فعليا هل هي جديرة انه انا اشتغل عليها واكمل رحلتي في العمل الحر او لا. يعني سيب الجزئية هذه، مش مهمة الان. تمام؟ في بعض المواقع المتخصصة في كل واحد ومجاله. طبعا يا جماعة، احنا متخصصين في مجال تصميم الجرافيك، ففي هل انه منصات متخصصة إلنا كمصممين جرافيك بتقدم خدمات إلنا زي كده ممكن إحنا نستفيد منها فعليا؟ في يا جماعة، كمثال للمنصات الخاصة بمصمم الجرافيك، في 99 ديزاينز أو 99 ديزاينز. تمام؟ روابط المواقع هذه هبعت لكم إياها يا جماعة، هتقلبوا من ناحيتها إن شاء الله. تمام؟ أيضا من المنصات المعروفة كمان للمصممين ديزاين كراود، برضو منصة مخصصة للتصميم، وفيها أسلوب زي أسلوب يسمى أسلوب المسابقات. تمام؟ وفي أيضا من المنصات المشهورة دريبل، وهي برضو منصة مهتمة يعني بتهتم بالمصممين ومشاريعهم، ممكن تعرض مشروعك كمان ممكن تحصل على فرصة عمل من خلالها من دريبل. وأيضا منصة قوية جدا وتستخدم اسلوب صارم مع المصممين اسمها توبتال. طبعا يا جماعه، هي فيها ما يسمى نخبه المصممين،
وطبعا اللي بيشتغل فيها بيشتغل مع شركات تعتبر شركات ضخمة وأحسن حاجة في المجال. فاللي بيقدر إنه يعمل حساب عليها ووثق حسابه عليها بيكون أموره جدا ممتازة. تمام، يعني هي أحد المواقع الهامة في مجال التصميم مخصصة للمصممين. تمام، طيب تعالي نجي نشوف هنا في تمرين، يعني البحث عن منصات العمل الحر في مجال التخصص، هو هذا إجابته اللي أنا حكيت لكم عنها. تقدروا أنتوا توصلوا أو تبحثوا عن المنصات هاي زي ما حكيت لكم، دريبل، توبتال، ديزاين كراود، و99 ديزاينز أو 99 ديزاينز. تمام، هي منصات خاصة بالموضوع هذا. طيب نيجي يا جماعة نحكي عن حاجة اسمها منصات تسويق الخدمات. احنا بنحكي كنا الآن عن طبيعة الأعمال تقريبا زي بروجكت. أنت يعني مثلا الكلاينت بيجي بيطلب شغل وأنت بتقدم عليه وبيختار ما بين المصممين الموجودين أو الفريلانسرز الموجودين، بيختار واحد شخص معين. في نوعية منصات يا جماعة بتقدم ما يسمى الخدمات المصغرة أو ما يسمى منصات تسويق الخدمات. ونوعية الخدمات يا جماعة هاي تعرف بالجيج. جيج يعني ايش؟ او هي هاي المصطلح تبعها، او خدمة مصغرة. واشهر المنصات اللي بتعمل بنظام الخدمات المصغرة اللي هي فايفر وخمسات. باختصار يا جماعة انه آلية عملها ان انا بدل ما اروح ادور على شغل، لا انا بكون بتقن شغلة معينة، بعمل هيك مساحة مخصصة اسمها جيج على المنصة وبعرض خدماتي منها. بقول والله أنا بقدر أشتغلكم تصميم مثلا بزنس كارد مقابل مثلا وجه وظهر مثلا بمقاس معينة مقابل مثلا $10، بقدم لك خدمة البزنس كارد. أنا شاطر مثلا في موضوع مثلا تصميم المجلات، الماجازين ديزاينز مثلا، تصميمات المجلات، بعمل مساحة خاصة إلي في تصميم المجلات. أنا شاطر في الانفوجرافيك، تمام، وبقدر أعمل أنا عرض شيق بالانفوجرافيك لعدد من التصميمات. بعرض بعض الأعمال بقول لهم والله أنا بصمم الانفوجرافيك الواحد، البيج الواحدة للصفحة الواحدة مقابل مثلا $10 أو $15. تمام، يعني هيك أمثلة على منصات تسويق الخدمات. طبعا هي الجماعه اللي بتبدا الخدمات هذه نوعيتها على المنصات هاي $5، لذلك هو حتى كمان الاسم للمنصه دي انطلق من الخمسه نفسها، يعني فايفر خمسات او خمسات بالعربي. تمام، لكن هو فعليا انا اشتغلت على المنصات هاي زي خمسات وزي فايفر، بتتحصل على مبالغ كبيره جدا كمان، ويعني انا بعدها انه افضل حتى كمان من منصات المشاريع. ممكن في ناس تلاقي نفسها في المشاريع اكتر، لكن انا والله اشتغلت على خمسات واشتغلت على فايفر وعملت شغل كويس من عليها ودخل كويس محترم من خلالها. فسيبكم من موضوع انه $5، لا انا بشتغل $5، لا، انت مثلا بتشتغل مجازين او مجله، والمجله هي عباره عن مثلا حوالي 40 صفحه، وال 40 صفحه انت عملت الصفحه ب$5، اضرب ال 40 في الخمسه، انت تحصلت من خلال بروجكت معين او مشروع معين على $200. تمام، $200 من خلال تصميمك للمجله هذه في خلال مثلا 3 ايام مثلا يكون انجزت المجله هذه. ففعليا بتاخده من وراها شغل كويس، وعدد العملاء الموجودين عليها برضه موجود بشكل كويس. ايضا في نوعيه من الاعمال يا جماعه عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، كمثال لينكدين. لينكدين احد اشهر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلالها ما بيعرف عن لينكد ان، انا ممكن ازودكم ان شاء الله خلال الفصل، هذه حاجه خارجيه يا جماعه، كيف منصه لينكد ان وكيف تتعاملوا معها، بعطيكم هيك يعني ملخص عنها تستفيدوا منها. وبتقدروا تعملوا شغل، وفي ناس بتعمل شغل كويس وبتاخد منها شغل حتى ثابت او ريموت لما يسمى من خلالها، وتتحصل على دخل يعني بيصل يمكن لحوالي $3000 في الشهر وراها، تعمل شغل كويس من خلالها. طيب المنصات هاي يا جماعة اللي هي خاصة بالتواصل الاجتماعي بتساعدك
على اعمال من خلال ايش؟ يعني انت إن لو انت عندك سمعة قوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبنيت سمعة قوية، بتقدر من خلالها انك تتحصل على عملاء، ولا الناس ما بتعرفك، كيف انه تجيك وتقول لك والله انا بدي تعمل لي شغل او اعملي لي شغل في مجال مثلا المونتاج، او انه تعمل لي مثلا ادفرتايزنج دعاية معينة او كامبين، بتعمل لي حملة اعلانية واشتغل لي من خلال معرفتك وخبرتك. طب هو عارف خبرتك الاول، يبقى لازم هان يا جماعة، من الاولويات يا جماعة انه الناس اللي عندها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تبدأ تفكر وتاخد قرار انه تحول حساباتكم يا جماعة الموجودة عبر الانترنت لحسابات تجارية. الناس اللي بتشوف مثلا عن طريق اليوتيوب مثلا، لو دخلت هتلاقوا عندي حسابات الموجودة على الخاصة بالتواصل الاجتماعي موجودة على قناة اليوتيوب، هتلاقوا انه حساباتي كلها يا جماعة، كلها بالاستثناء هي حسابات تجارية. حاجتك للحساب الخاص او تعمل شاتنج او تعمل كذا هالامور يا جماعة، بعد فترة انت بتلاقي حالك انه مش لازم تضيع وقتك فيها. اللي بده يكفي شغل اهلا وسهلا، اللي حابب يتواصل معك لموضوع خاص ممكن يتواصل عن طريق الواتساب او يتواصل عن طريق التليفون او الانستجرام، يكلمك كمكالمة عادية مباشرة وبتنتهي. لكن الحساب نفسه تخصصه لامر زي هيك انا بشايفه مضيع للوقت، يعني ما تضيع وقتك او تضيع جهدك لبناء حساب بس للتواصل. في ناس بتعمل من ورا الموضوع هذا بيزنس، انه والله بدها تعرف حالها او تخوض في مجال اللي هو الانفلونسرز او المؤثرين، وحابين انه يظهروا حالهم في مجال معين. هي رؤيتكم يا جماعة، لكن انا بنصحكم اذا انتم حابب تخشوا مجال التصميم وحابب يكون تبدأ رحلة قوية في الموضوع هذا، لازم تحولوا حساباتكم لحسابات لها علاقة بالتخصص اللي اخترته. تمام؟ طيب طبعا لازم يا جماعة يكون عندكم طفرة لكم المهارات اللي حكينا عنها، اللي هي مهارات السوفت سكيلز، يعني المهارات اللي هي الناعمة، من التفاوض، منها انك كيف تحكي مع الكلاينت، كيف تقنعه، كيف تقدر انك تجيب الكلاينت نفسه، كيف انك تتواصل معه باحترافية ويكون لغتك سليمة وقوية. هذه الأشياء مهمة جدا يا جماعة تتوفر فيكم وبتكتسبوها طبعا واحدة واحدة، وإن شاء الله بتلاقي نفسكم بنيتوا لكم الشخصية القوية كمصمم أو مصممة جرافيك. تمام؟ طبعا أمثلة يا جماعة لوسائل التواصل الاجتماعي لينكد إن، فيسبوك، تويتر اللي هي منصة إكس حاليا، وإنستجرام. تمام؟ طيب هناخد هنا يا جماعة هان نظرة شاملة كيف بيشتغل مواقع عمل حر، خاصة اللي هي ما يسمى منصات اللي عرض المشاريع. طيب كمثال يا جماعة، كمثال آلية ومراحل العمل تتم كالتالي: الإعلان عن العمل، يعني بيجي الكلاينت بيعلن عن المشروع تبعه. طبعا الكلاينت يا جماعة بيدفعوا برضه عمولة للمنصات، يعني المنصات هي طالع واكل ونزل واكل زي ما بيحكوا، يعني من الكلاينت بتاكل ومن الفريلانسرز بتاكل. تمام؟ نظير الخدمات اللي بتقدمها إلهم. تمام؟ أول حاجة إيش؟ بعلن عن العمل. طبعا هو الكلاينت بينزل الإعلان هذا، ولو استوفى الشروط الخاصة بالمنصة بينزل الإعلان. طيب إضافة معلومات عن عمل، طبعا هو لازم وبشكل واضح جدا يشرح من خلال طلبه، تمام، من خلال طلبه للعمل إنه والله أنا بدي مثلا تصميم موشن جرافيك للمنتج الفلاني، مثلا منتج مثلا عصير مثلا، ومدته مثلا 30 ثانية، وتستخدم لي مثلا صورة المنتج هيها، بدي يكون بشكل معين، تستخدم مثلا استخدم فيه الطبيعة، أو إنه تستخدم فيه فكرة إبداعية، بتكون محدد فعليا
شو متطلباتك لنوعية العمل، ولازم يكون واضح. ما تخشه على تصميم مش واضح، لأنك ممكن توقعه في مشكلة مع الكلاينت، إنك عدم وضوح المشروع، قدمت على مشروع مش واضح، بالتالي أنتوا ما فهمتوا متطلبات العميل، بالتالي هتلاقي حالكم تواجهوا مشكلة إنك كيف توصل التصميم المناسب للفكرة الموجودة داخل الكلاينت. قبل ما يعني ما تبدوا تاخدوا مشروع زي هذا، لازم تستوضحوا بشكل كامل شو متطلبات العميل المطلوبة، تمام؟ أيضا لازم تتفقوا على المبلغ، مبلغ المشروع. أنا كم بدك تدفع مقابل هذا التصميم؟ هل هتدفع لي $10 في الثانية ولا على كل الموشن جرافيك؟ تمام؟ في ناس بتفكر والله أنا بدي أدفع، عشان بيحكي لك على المشروع أنا بدي أدفع لك $10 مقابل التصميم، بيعتقد إنه الحساب $10 على الثانية أو الدقيقة مثلا الخاصة بالموشن جرافيك أو الفيديو اللي أنا بدي أعمل له إياه، فبيصطدم بعد فترة إنه مش فاهم إيش المبلغ المعروض بشكل واضح. فلازم تستوضحوها بشكل واضح، مقابل أكم أنت هتدفع لي المبلغ هذا، وأكم المبلغ اللي هتدفعه، تمام؟ عن كامل أو الإنجاز اللي بدك تعمله أو التصميم اللي هتعمله. طيب، مباشرة الأول بينزل المشروع بيقوم المستقلون بتقديم عروضهم، أنت بتبدأ يقدموا عروضهم على المشاريع، تمام؟ وطبعا بتوضح من خلال ما يسمى بروبوزل، مقترح، ايش انت عندك خبرات، كيف هتسلم العمل، شو هتحافظ، وايش الحاجات الاساسية في شخصيتك كمصمم انت بتحافظ عليها في التعامل مع التصميمات اللي بتجيك، تمام؟ لازم تقنعه، لازم يكون عندك عرض كويس، وانا هعطيكم ان شاء الله في وقتها برضو نماذج للبروبوزلات اللي ممكن او المقترحات اللي ممكن تقدموها على المشاريع، تمام؟ هان بتبدأ مهمة الكلاينت يطلع على البروبوزلز الموجودة عنده، المقترحات، وبيبدأ يفاضل بينهم، بيبدأ يشوف المستقل اللي قدم هذا عنده تقييمات سابقة أو لا، هل عنده خبرة، هل عنده معرض أعمال، هل عنده أسلوب كويس في البروبوزل اللي كاتبه، ولا كله أخطاء إملائية. لو لقى أخطاء إملائية طبعا مباشرة لن يختار هذا المصمم، وهيحاول يدور على شخص آخر، لأنه إذا أنت في البداية مش عارف تكتب البروبوزل صح، كيف انك تقدر تنجز له تصميم ومحتاج فنية ومهارة اكبر بشكل صحيح، تمام؟ بعد هيك بيختار صاحب العمل العرض الانسب، هيشوف الانسب من ناحية المهارة، من ناحية العرض المالي اللي انت حطيته، تمام؟ من ناحية سرعة التنفيذ، هل هتدي له اياه او تسلمه في الوقت اللي بده اياه او لا، من ناحية ايضا الالتزام في التنفيذ وجودة العمل المخرج اللي هتطلع عنده. طيب، بعد ما ينتهي المستقل من تنفيذ العمل بيسلمه، تمام، للكلاينت، واول ما الكلاينت يعمل ابروف على او وافق على الاستلام، تلقائيا بيتحول المبلغ المالي من حساب المنصة، يرحل مباشرة لحساب المستقل، تمام؟ طبعا هان بيوافق، اللي هو طبعا الابروف في الموافقه على تحويل المبلغ المالي المتفق للمستقل، تمام. بعد هيك بيجي صاحب العمل بيكتب التقييم تبعه على العمل، وبحط الريفيجن او التقييم، كم نجمه بحط لك على عملك اللي انجزته له، وايضا بيكتب لك هيك عباره لطيفه بشكرك فيها على انجازك للعمل هذا. وأيضا يا جماعة، من أيضا من بعض الشغلات الحلوة في مجال التصميم، وبعض المنصات اللي يعني فيها حاجة مميزة زي منصة فايفر، إذا الكلاينت كان راضي عن شغلك بشكل كويس وحلو جدا، في عندهم خيار اسمه التيبس. يعني إيه؟ يعني يعطيك بقشيش، يعني بيقدر يديك كمان فوق المبلغ اللي أنت اتفقت معاه، انه يديك مبلغ اضافي او مسمى التيبس، او يديك مبلغ زيادة عن المتفق عليه، كبرهان لاعجابه عملك، وكعربون هيك منه ان انت انجزت له العمل
كما هو متوقع أو فوق المتوقع. تمام، هاي المراحل اللي حكينا عليها. طيب شو أسباب إنك صعوبة الحصول على مشاريع في البداية؟ يعني ليش ما بتقدر في البداية؟ بعض الناس بتواجه ما يعني مشكلة إنك تحصل على مشروع. طيب من الأسباب هي يا جماعة إنه ما فيش عندك نماذج أعمال سابقة وبعدد كافي تقنع الزبون. طيب أنا ما عندي أعمال سابقة وما اشتغلتش مع ناس قبل هيك، أنا لسه بدرس، هل ما بقدر أعمل عمل سابق؟ لا، تقدر تعمل هيك يعني تخيل لتصميم معين وتقلد تصاميم من الأشهر المواقع اللي ممكن تعمل منها تغذية بصرية أو استلهام فكري، إنك تقدر تاخذ منها أفكار لتصاميم أنت ممكن تعملها. موقع زي موقع بيهانس، وموقع كمان تعرض فيه عليه مع أعمالك، وموقع مهم جدا وممكن تستلهموا منه أفكار. وحذاري يا جماعة، حذاري إنك تاخد تصميم لشخص آخر وتحطه عندك في معرض أعمالك أو تعمله كوبي بيست. ها يا جماعة من أهم الأسباب لإغلاق الحسابات الخاصة بالمستقلين. في ناس بنت يعني حسابات لفترة طويلة وسنين طويلة وبنوا سمعة كبيرة، وبعد فترة هد هذا بأنه نسخ تصميم وأعطاه لكلاينت، وهذا الأمر أدى لإغلاق حسابك بالكامل، وانتهى كل مسيرتك المهنية، هذه هتبدأ من جديد. حذار يا جماعة، إذ يعني هذا الأمر ابتعدوا عنه تماما. ممنوع إنك تاخذ نسخة من أي تصميم، ممكن تقلد كإلك للتدريب، لكن دائما حاول تغير في الفكرة أو تغير في التصميم اللي أنت حاول تشتغله، اللي أنت ناوي تعرض تستلهم منه الفكرة وطريقة التصميم، وغير، ممكن تغير المنتج، تغير الأسماء، تغير اللوجوز، تغير الألوان، وبحيث إن أنت تعرض تصاميم تكون قوية مقنعة للكلاينتس اللي عندك. أيضا عدم وجود تقييمات سابقة من زبائن سابقين، هي يعني أحد اللي يمكن الأسباب يا جماعة اللي بتخلي الكلاينتس ما يلجأوا إنه يختاروا مصمم جديد يشتغلوا معه، لكن بتعوضها يا جماعة معرض الأعمال القوي. في ناس عندهم معرض أعمال قوي معروض بشكل مرتب، ما بيحتاج إنه يبني إنه يتعب إنه ياخد أول تقييم. ليش؟ لأنه أعمالك وقوة أعمالك بتخليك فعليا مباشرة تاخد أي جوب موجود عندك. تمام؟ وفي البداية يعني حاولوا تقللوا نسبة أو المبلغ اللي أنتوا تتقاضوه نظير التصاميم اللي هتعملوها، بحيث إنه تغري الكلاينت إنه يشتغل معك. تمام؟ بحيث إنه تغري الكلاينت إنه يشتغل معك، وانه ترغبه بالعائد المادي اللي هي او المبلغ المالي اللي هيكون اقل من غيره، في وجودة تصميم اعلى في البداية. مهم جدا انه تاخده تقييمات بحيث تعزز وجودكم وتخلي الكلاينتس يجوا عليكم بشكل اكبر. تمام، ايضا ملفك الشخصي غير مكتمل، ما انت مش حاكي عن حالك بشكل كويس، مش عارض نفسك بشكل كويس، مش حاكي عن خبراتك، مش حاكي عن مهاراتك، مش حاكي عن اي شيء عندك، ملفك فاضي. فبالتالي هاي من احد الاسباب اللي بتأدي انه تحصل على مشاريع في البداية. ايضا اسعار منافسة، يعني ما بيصير انه مثلا المصممين بيشتغلوا مثلا البيزنس كارد بخمسة دولار وانت تروح تطلب في البيزنس كارد مثلا 30 دولار، يعني الكلاينتس هيقول لك لا والله يديك العافية شكرا، انا بدي اروح اجيب واحد عنده خبرة في المجال هذا ويعمل لي بخمسة دولار. تمام، فبدك تشوف الناس المصممين اللي زيك في المجال هذا بياخدوا نظير خدماتهم أكم مبالغ مالية، بحيث انه لا انت كمان في البداية يكون سعرك اقل منهم ومنافس. طيب ايضا عدم وجود خبرة كافية في مجال التخصص ومنصات العمل الحر، وهي مشكلة يا جماعة هتواجهنا احنا في البداية، انه احنا لسه ما عندناش الخبرة الكافية، وهذه بنعوضها يا جماعة بالتدريب، تطوير المهارات بشكل مستمر، أحاول أحضر كورسات، أحاول أعمل استلهام فكري وتغذية بصرية،
عن الناس كيف بتشتغل تصاميم واجلد تصاميمه واحاول اطور مهاراتي بشكل كويس. طيب يمكن التغلب على هذه الصعوبات من خلال ايش يا جماعه؟ التركيز على المشاريع الصغيره نسبيا في البدايه، دور على المشاريع الصغيره تكون بس مهمه بسيطه ما تاخذ منك وقت يعني تنجزها، ما تكونش صعبه عليك وتؤدي انك تصل لتقييم ممتاز عليها. طيب طور اسلوب كتابتك للعرض المقدم للعملاء، يعني خلي اسلوبك العرض يكون شيق ويجذب العملاء اليك. تقدم بشكل مستمر وفي اوقات مختلفه، في الليل في النهار، ما يعني مثلا حتش الفرصه انك تاخذ تصاميم، ممكن في النهار ممكن في الليل، ربنا يوفقك ان شاء الله وتصل ل تتكلم مع كلاينت وانه يرد عليك وتاخذ شغل. تمام، وابدا بسعر معقول ومنافس، يعني يفضل ويحبذ انه يكون في البداية اقل من المصممين اللي عندهم خبرة في المجال هذا. تمام، ضيف ايضا كمان في البورتفوليو او معرض الاعمال الخاص فيك، تمام، اعمال احترافية تكون ممتازة، ابني ملفك الشخصي بشكل قوي واحكي عن نفسك بشكل واضح وقوي، شو المميزك، ليش انا ككلاينت انا اجي الك واختارك كمصمم، تمام، وايش اللي بيميزك عن غيرك من المصممين. ايضا طور من مجال قدرتك في تخصصك التقني، يعني انت مثلا متخصص في الموشن، ليش ما انا ادور على مثلا على مهارات افضل في الموضوع هذا، استخدم مثلا سكريبتس جديده، احاول انه اطور معرفتي في مجال الانيميشن نفسه، في تقنيه مثلا في 3 دي دخلت جديد انا ما بعرفها ممكن اتعلمها. تمام، طور مهاراتك في مجال او قدرتك في مجال التخصص التقني بشكل مستمر. ايضا موضوع اللغه الانجليزيه يا جماعه بشكل مستمر، حاولوا تبنوا المصطلحات اللي عندكم وهتلاقوا بعد فتره لغتكم تحسنت تلقائيا بسبب تعاملكم مع الكلاينتس الاجانب بشكل مستمر، هتلاقوا عندكم صار طلاقه في الكتابه، وايضا ممكن كمان في المحادثة، بس الأمور هذه تنبنى واحدة واحدة. في تولز كتير موجودة يا جماعة وموجودة مدعومة بالذكاء الصناعي، تقدروا تستخدموها لتطوروا مهاراتكم في هذا الجانب هذا بالذات. تمام، حاول تكون دائما اونلاين، يعني ما بصير انه الكلاينت يطلب تعديل مثلا وانت مش موجود، او انه مثلا ينعرض مثلا وظيفة يعني لصاحبها او الكلاينت مستعجل وفرصتك الآن أنت الوحيد المتاح أو اللي قدمت أول عرض، فهي فرصة مميزة إلك، حتى خاصة لو ما عندك تقييم سابق، فبتكون فرصة كبيرة إلك إنه يعمل لك توظيف، خاصة مستعجل أنت الشخص الموجود قباله الآن، فممكن يعطيك الجوب هذا وياخذ منك المشروع، تكون فرصة إلك إنك تطور أو تبدأ رحلتك في مجال العمل الحر من خلال تقييم ممتاز من شخص عجبه شغلك. تمام، هاي يا جماعة اللي حبينا نحكي فيه الجزئية هاي، وهيك بينتهي الجزء. أنا عارف يمكن التسجيل كان طويل شوية، بس الكلام في المجال العمل الحر بيتشعب كتير مواضيع، وأنا ما حابب أحكي عن موضوع بأي موضوع أو جزئية باقتضاب من دون ما أشرح لكم إياها وأفهمكم إياها بشكل كويس. أنا حابب يكون فاهمين في الأول، حتى لو بذلت جهد معكم أكبر مش مشكلة. أنتم أيضا أنا حابب منكم أشوف قصص نجاح وناس مميزة وقدرت أنه تتجاوز وتعدي الصعب اللي احنا فيه والأزمة اللي احنا فيها إن شاء الله، وبدوا يوجدوا إلهم وجود أو يعزز وجودهم على الإنترنت، ويكون إلهم حسابات في العمل الحر قوية ومميزة بإذن الله. بهيك بينتهي لقاءنا إن شاء الله اليوم، وبنلقاكم إن شاء الله المحاضرة القادمة، وبتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات اللي حكيت فيها، وبإذن الله اللي حكيته خلال الشرح إن شاء الله المواقع المهمة والأمور هاي إن شاء الله هزودكم فيها بإذن الله، سواء اللي هي القائمة الخاصة بمنصات العمل الحر تتعرفوا عليها، أيضا ما يتعلق بمواقع الخاصة بالتصميم أو أشهرها، برضو هزودكم بعناوين إلها وشرح مبسط عن كل واحد فيها، ويعطيكم العافية يا جماعة إن شاء الله، ونلقاكم بود
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.